إيمانك شيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرصي كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لوق القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، وأيد بقول يستيد كنتم من سورة الأعراف، كنتم بقول كنتم يستيد سورة الأعراف. قال الله تعالى: قل واحد إلى النبي محمد يا أيها الناس الضبو إني رسول الله إليكم. أنوح على رسول كيدين كالأيدي صدري جميعا لدين كوردن الذي إلهي ما يصدر له ملك السماوات والأرض سموين كيادو الكواء اسكالها لا إله إلا هو إلا حق لغو عابدا مجري سقا موياني يحيي ويمين سقا وحول بن الله يوحول بدلة. فآمنوا بالله ورسوله إلهي الرسول كيس الرماية النبي الأمي نبي قال له وحيونا يئه وحنا أنقرين وحنا أخرين الذي نبي قال سو يؤمن بالله وكلماته إلهي بالرمين إياه إيا كلمته سوحي وصودة شيئا كتاب كستاو كصودة شيئا واتبعوه النبي قال راعا لعلكم تهتدون سيئوها ننتان. ومن قوم موسى أمة نبي موسى قال ذي سيوحا كم إذا كوحي ضد يهدون بالحق تدك حق كوشهين يكوها قيا وبه يعدلون إستقاني كوحق صورة يانو ومدى وقعد على الصمين يانو. وقطعناهم رير بنو إسرائيل وحنو قيبني إثنتي عشرة أسبابا لبية طبعا تشلبا نكردنا أماما أو قيبات أما أمضايا قبائلة. وأوحينا إلى موسى نبي موسى نوحيوني إذ استسقاه قومه مركي قلديسي أي بيك الضونين وحربي أنوحيو ذيبولي أن يضرب بعصاك وشاد أوحد كل فتاة الحجر نجح وكل فتاة فانبجست منه وحكسب تاعي إثنتا عشرة عينا لبية طبعا إلغاد. قد علم كل أناس قبيلة ولا مجلب ولبوح وقال مشربهم يشك عبي. وظللنا عليهم الغمام وحانوها رين هير بنو إسرائيل ضرورتي وأنزلنا عليهم المن ملبنا ونوسو دجن هير بنو إسرائيل والصلوى يهلب صلا أمدوا كلوب إلهي لعنا من طيبات ما رزقناكم وحانو يدنكو أرساغنا معان أما كيسا معان عرا. وما ظلمونا أنك وحبنا قمي حد كتبنا وحبنا ما يلم بلاي ولكن كانوا وحي نقضين أنفسهم يظلمون نفهو ذا أم بيكو حد كتبيا غير بنو إسرائيل. ومدي با إلهي ويالي سبحانه وتعالى باق بالي جيدي نبيك عامة ووحادو شاكتا دادك إن آتهاي الرسول عالمية رسالة دادونا عالمي تورير هير قريشادي عرب كلي قواداني كو كوبني تا دادك وشاك وانو شاك النبي عليه الصلاة والسلام حانو عدي وحيابها ورسوشي هراك قدوانا إنه كمي تهاي وحيابه لقاركا عشان الرموت بان لقارا هيبوليو وحكم ذها إن الله صدر يدد كورن. لكن رسول الله هرق قبل هي قبيلة جارة هي أمة ميل دكان لا ديرج. لكن رسول كوا عالمي وحي القرآن كوا عالمي أمة الإسلام كوا عالميين وي. تد قليمين وميل جارة وحر ميل جارة كوا كورن معه. وحيو تاجي هنا عالمك. هنا يبد باديان ودين الآن تدبك أيلاه ذه. أي كنا بد قليان. الشيطان كي بروح كلا دحك لي. إلهي أضامه. أو حدونا يا ضمها سيدو بلن قادين وإلهي كدوه أو أنبيه أو ناركو حرايو مركا إلهي دتكيسيه دلكيسيو سي سهلان دينتيس أيا الله سعدا رسوسنا ويماده مركا فرينتا ددك غارسيا وحتى لا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وإله إسكلا عركي يدولك وإله غيري نللبهايا إله هل الرمي رسول كي سنه هل الرمي رسول كنا يسقاب هرك عيادت كا تيلهي وحيي سر رميسن سدا سان الله جهنونا
reer banu Israa'iil ma wada hallowsanay qaar baa hanuunsan baa Ilaahay uu dadkana hanuuniya cadaaladana u taagan inay waxyiga ugu cadaalad sameeyaan dadka reer banu Israa'iil kolkii ay gaf sameeyeen waxa ku dhacay hanuunkii loo oran jiray tiiha tiihu waxa uu ahaa muddo ay wareersanaayeen muddo ayay wareersanaayeen 40 sanata yatiihuna fil ard فرتن كاسنا ويد دوا خير أمرك إلهي ديدين أيات دبدنا لا تشاه وريرية هرية دبديت حاجة إيه حاجة وريجا إيه دوا خاصة كتشرة لب بدنينا وكسو قاري كدبنا ربي سو بد بادية وحبالة تسيء وحلاق قيبي لبيا طبعا قيبات سبدي جو حويان وولد الولد المها أوه قال له هاي بسبدي الله يرعاه marka inamada yaquub ayaa farcamay 12 jilib ay noqdeen kuwaas intaas oo jilib 12 ka jilib loo qaybi markii ay haraadeen 12 ki jilib afsaar loo sabeeyay qolo waliba meel beel bay afsaartay biyaasina waxay ka soo butaacayeen dhagax dhagaxaasiba ay ka soo butaacayeen نبي موسى وش كله فتي عليه السلام ركيا الرادين أريك والله الله دبي يريون نبي موسى ما لنا جح كله فوق وش هذا أول عجائب له كل بدين عبا الله استعماله يا كل عدو قال له جهر جينه يا كل بضع الله كلا دل عينه يا كل سيد ريجة وش قينه يسا كل وحى رامي الكح والله الله وصو ضادين يا إيه قرابك نوعية كلا دوم بالله استعماله يا معجزة هلا يا بدن لا بيتبع الله بكسب تاعي dhagax aswaake wa ay dhagax dhagax kasta mid ku doonayaa ku dhufanaya culimada qaar koodna waxay leeyeen waa dhagax gaaraha ki dharka kala qararay barigii markaas aan thawbi hajar thawbi hajar walaha wa dhagax la yaab badan uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala wiirmaanay waxa loo hareeyay markii ay kululaadeen daruuraha daruurta aad arkaysay biyaha xambaarsan baa Ilaahay dushooda u har uga dhigay raashin diyaarsan ayaa loo keenay oo aanay karintiisa xil qaadin xaabadiisa iyo gaastiisa ku hawshoonin almanu wasalwa waa sharaab macaan oo malab lagu sheegay iyo asalwa hilib si fiican loo kariyay oo shimbirood hilib shimbirood aad u jilicsan oo fiican amar buu Ilaahay siiyay amru libaax tan nicmada guddoonta baalay ha ka gaaloobina sidii aynu hore u soo marnay tiye wuxoodii bay bilaabeen qofka xun ee aan sharafta lahayn ma istaahilo marka la sharfay inuu ka mahadnaqo taa ma kari karo unsur qalloocan baa hanimankaas aayadahanina waa aayadihii aad waxaynu soo faahfaahina suuratul baqara lan nasbira calaa ta'aami waahidi bayna raashin kaliya dhama anfacaye bal hadda ilaahay waxaa doo baridaa يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها هل هذا وحن لقع عنا بارها يريركا عقارك أهي كلا نوع نوع عائلها إنه ويدي وراشين كي عالم ككورا لقا كاناي بركضة بدنا كن نوقو بدل بينا استوحوا لأتستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى راشين كي قيمها بدنا إلى هاي كاناي وحيد لن نقط إنا دورسان الكاتب وكبير تبالي وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وحي قفي سميين إله يحب ميالين يقع عقوبة كل عالم وحي نمرك أركينا هلك يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الرسالة عامة وللعرب الشرف ولمن آمن رسالة النبي وساهراء نصر الشيقني والرسالة عالمية عربنا وجهرين يدا شرفت له عدي كسو النبي محمد رميسانا يدا شرفت له وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وما دون أمرك شرفت ونيس إلهي وحي جيسك أروريا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الذي له ملك السماوات والأرض sideebay u dhacay saacidan waxba haynin oo aan ilaahay awoodiisa lahayn iyo milkigiisa in la caabudo ilaahayna laga baydho subxaana wa tacaala
أيستحق غير الله العبادة وليس له ملك السماوات والأرض بل عذان عرنا لهين قلنا لهين أيا لعابد إلهي عري قل إيم وحول بلهانا أودي سلما استكترنيد نددك ويكبيرين نصيب دروي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الأمي مر لبعض بيسار نقط مركي هرانا وحين صارين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ومن نمدو مرنا وأمان مرنا ونليل تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا نبي محمد حكي سمركة عليه الصلاة والسلام أماوي مركة أمضى كلاتها هين ونليل نبي قال سيدي أمان وقلنا قطي وحوي قلت ومن نمدو وحوي قفك وإحنا قرين وإحنا آخرين ومنصوب للأم هو يدي بالون سبي وأين هو سابت الله يقول سبينا وحوي وحكوت عن سيدي هو يدي نشأ وإحنا ما آخرين وإحنا ما قرأ مركب النبي محمد وحي أمان وقول نقط استجوا وإحنا قرين وإحنا آخرين يا واحد ركتي الله كسو داعي وحكمة هي جوهر بهبين هي مالن دتك وآخرين يصدق حيا الله باتن صار أيو خير كان دل ما ينل وحكمة داس كسو برقانيس وإحنا ما قرأ وإحنا ما آخرين كتاب وحكسو قرأ متشرو كتاب وآخرين متشرو وحمق قرأ وعلي ابن أبي طالب مركي وهشيس كي سلح الحديبية قري قالوا ذو أيديين أوريها الكابي وحولانو قعنت إذا كوبين مايو سيقول النبي قد يدنين لكن هذانا غير أي حماسة إسلامية هايش مركي النبي وحولانا بينا يتوصي وتوصي مركي إلا يساقو ما أخري كره مركي قبايانا ما هاي النبي وحنا ما قري تشرين وحنا ما أخري تشرين أرنت سنة واحد دليلو تاي وحلا وحو الشيء إنه وحي إلهي حق يسكيمية ومن نبدي سواح علامات تهاي مرخات إنه يه رسول إلهي هدي وحقر إله وحنا آخرين لهانا قالوا وحي هلا إن مربرسية أي كدرا النبي أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة واش كبر لي وطتك كسو قرتوها بيني مال بال سو قيب سيابي ورنشري سيقوم إحنا قرين وحنا آخرين لكن دتك كلين يوم النقضان ودليل بيكوت هاي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام الصحابة دي سقرالك إيا أخرينت أدبو قلد ذالي تري حتى قال هذا كوي محابيست هاي وقب قبطي مركي أي وآيان وحي مرح فرشاة أو نقالا دائر توح نوبر أبن لقد إيا قرالك إيا أخرينت نوبر تاسنا وحي وآيان وحيابه هاي دينتي نكوها رمرتي قرالك إيا أخرس ويساقنا وحاب الله قب بلا بي نبي إيا قراء باسم ربك الذي خلق نون والقلم وما يسطرون الله نوابك الأرض سبحانه وتعالى. بركاتك وين ومن لماذا كبحان؟ اللغة لها برتولي باللغة العربية. هي قرآنك إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأقنت وجمهم سنة وهو الرئيسوي. لا يكفي الإيمان في القلب بدون الاتباع. كما في الله إن القلب قوم كأشهاد أنه. لكن وين النبي قال الراعة أو دين تلا الراعة. إيمانك أقول السجية وحكم رخاتك عيا. إن هذا راعي رسولك صلى الله عليه وسلم الوحي قرآن كي السنة ذا إن الدبس عطيكوه قامين إياه وان عاطفة هذا إيا عقل لقاقة إيا عادة هذا من نوين أن كوه قامين علمي السماوي قوان كوه قاميه هداد إلهي الرمي سنة الله يقان تاي وهي لبدا آيضات بوضر كيسايس كحيقة الذين يتبعون الرسول هل كان دنبنا إلهي وحوري الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه مرول بأمر بعد عيا راع راع بالي برك الراعتان كاسنا وك لقول لي بانيو ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وحين كفى إذين إن كبرنا إن قرآن كوح نبر يا عدالته عدالته برك وما الله لقى ورمى يا هذه شعر إن عدالته ولا قام برمى إن عدالة الله شيعه إن عدالة دت كلاكو قيمة يو قف كونا يقول ليها أن لا قرنين يهود قراء آيات كوي كصور ربنا حمان تودي عيب تلهاين لكن إلى هاي سبوا الراعنين هبيرات إن تودي إلى هاي رومي سمير كقبته ونعكسني سجارو سدول تاج إلى هاي ما وضع حما بع إلى هاي اليهود يو حكم بذا ضد أمضى هنورية وعادلينه مركع عيب كوكو تاينا ترى هذا غير هبل ووضع عينك ديجان كار كاتد كديجان ووضع عينك ولي قد خير ماله وحونعكسن ماله عين كاسيهين عذر هذا إياه أفهم هذا كميت
ومدنا مركا عيد كسو جيدا اما ميل دغان ان اا تراهدو عين كاسي وديهين نعستي مي شيغيسا اي قيمهن حما يهود با قران كو ديدين وسو راعيين ومنهم من انت امنه بقنطار يؤديه اليك ما ودا امانه درو خاينين ما ودا هبا الهو و خا كميدا قار امانه لو خولو بدن هدا دو ديبته كو كينيا مركا انسكا الىالينو قلوعه لا خيده دينا عقيمينت يهتدون إيه يهدون باكلة ترى يهتدون هذه الأوران لها إيجا هنوسوي يهتدون بالحق تاما هيمك لكن وحوي يهدون بالحق ويكسيح الليرت وأنا علم قصر في جوا مهم برك هذه أشار القرآن الكريم قال الله برنا إياه أما التفسير كيس هذا آخر السنة يسوون حكاية بحسينهين علم قال نحوها علم قصر في جا بالبلاغة هذه أنا كبد ذالين به ويا إريادة مركز طاح ركذا أم وسبدلا أم حرف معناها يسبدلا يعني إمك يهتدون اهتدى بيكتمي يهدوننا هدى بيكتمي وصف قوض نوح النقر يا مهتدي يا هادي مهتدي واكي هنوسنا الهادي نواكي وحنونيني مركا قفك وحنونيني أنا وكسي وناك بدنيا كهنوسن وانتو هنوني بو حنونيي وهرو مركي لقر مدي إذن مركا كلي قوض ما هنون ما هنونتر هنوسنه وحبابي هنونيني يهدون الناس بالحق وبه يعدلون marka taasina waa qiimeynta quraanku ina barayo si fiican inay u qiimeyno oo qofku wanaag u leeyahay aan la qarinin halkan ilaahay wuxuu sheegay reer banu israa'iilintii ay dhibaatoodeen kadib inuu ilaahay waraabiyay raashina u diyaariyay cunna iyo cabitaan buu u diyaariyay taasina waxay sheegaysaa wa ikhraajul mihani ikhraajul minahi ba'da al mihan hadaba hadii yatir waxa soo mara mihnadii dhibaato ilaahayna marka minax buu dambaysiya أنا محندي وادب كيسو قال على قدر دقائق ده في برارة يبرواق على سيات شابو إنك كم تيلها طمها ومريه مركا هذا وحي سام مري حسوستانه أي مهد نقانه إلى هاي وادب كي نقد القاضي ما إن شاء الله الحمد لله النعمة ده كل جاني حجسته إلى وح الله رفع دين وادب كله سام مريه لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا حكمة دوام حي لعلهم يرجعون محنة دي يدبك وحي أصوى مرة ياندتك ولينا يصوى النقضاء مركض العقل لو مير قباها يكسين ويهطي توبتك أنا إسكرتان ويدها وروح بينه هلا برواقية برارين وهلا إيه إلهي هو كان النور نعمة يدين عوال بيه تي الحمد لله ينا وحي وراكو النقضني هدين لكن سيدي بحال كين رهل الأورنجري marka oo biyaha hela dhiidha wax miir qabo hadaad aragto buu ilaahay ina rag haraw Soomaalidu way ka been sheegana oo tasbiixsanayaa hadaad tidhaahdo marka balaayada ilaahay uu ka dul qaadeed barwaaqo hesho wax miir qabo hadaad aragto wadana durbaankaagi garaacdo araxda laga jeedinaya sida ilaahay umadan oo xusay walaakin kaanu anfusahum yad limun dafti ay helaan dib u hadana ilaahay ugu bedelay dulmigana ay ku dhacay آيات كلاهي وبدين أوصية أنبيادة وآية بعدها آية بعدها آية نور معجزات توسع على هلك وحو استعمال يا نبي موسى وأول أي استعمال يا وحو كو استعمال يا ورجح لقوا حلو سود دين يا لبيه تبان إلاد وكو صاميلا لبيه تبان كقبيل وسدح معجزات تباهية رجح حن سيد الدليل كونس بهالكي وشان بهالك ساود دلوريسي لبيه تبان أفرتيجه ayaamid walba saddex xilood siideys saddex afar lagu dhuftay da waa 12 warka waa mucjiso mucjiso kala dambeysa mucjiso kale saddex mucjiso ay saaran oo la isticmaalay dhagax biyo soo daayay qadarkii loo baahnaa iyo 12 iloodna soo daayay wa awoodaha ilaahay subhanahu wa ta'ala wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun waxay sheegaysa wa tajri almaasiyatu ila mafasid هداد معصية الدين ويدو مفسدة كأك تاهو ربا ينوسو قدمني مركضتكو أي فرفرين كالدين ويان وحو إلهي حيم الله وحيابو إلهي كحالان تيني ميي وحاد أكتاون وحاني مهدينين لهي ودل قادن ودل قادن لكن وحاجرة وقتي آن ودل قادني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت قفك ظالم كإلهي ويرك هذي أبو النبي عليه الصلاة والسلام لكن مركو قبت أرحذ كتبية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لمن كوال لسائر أو لو سهل أو لو برواقي يمرك الدين وين طالما قبت بها إلى هول
يجون بنا وحسي لا إله يحب ميالين سبحانه وتعالى كدروس لأنه كبر إن آيات كوحة كاملة إن إنان إلهي نعموين كيس إذا بدرك له ارتجن يدفرات يود جولين يستيتسين لكن إنه شكري مهتنق يتواضع كله ارتجن صاصة ككر ليس للنعم قيد نعمة ذو حيل هذا الدبر وهو الشكر ومهتنق هذه النعمة شكر جا الله بديه يوم هتنقه يعترافك وحي نقانا يسميت سجنته هديك لنا بلايا سو بدش تتحول النعم إلى نقم نعموين كلهين وحي سو بدلا يوم بلايو سدا إلى هاي بقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله سبحانه وتعالى يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان